عسلامة. عسلامة أختي. مرحبا بيك عايشة. موضوعنا، هل التونسي عنده الشغف وحب العمل؟ والله بكل أسف يا أختي ما عندوش بالنسبة للحب العمل فهمني للتونسي، وخاصة من بعد الثورة. من بعد الثورة شنو الأسباب؟ الأسباب هي ما فماش طموحات، ما عندوش الشباب هنا اليوم، ما عندوش طموحات. شنو اللي قتل طموح الشباب؟ تقول لك تقول الميزيريا. أنت مسيو وقتاش يكون عندك الشغف وحب العمل؟ أنا بالنسبة لي وقتاش؟ متواصلة معايا ما ينهاش. من كملت قرايتي إلى يومنا هذا ما زلت نخدم، ورغم ريتريتي يعني تو نخدم، عندي حب العمل. انت موظف مسيو ولا شنو؟ اي موظف، موظف جارديا، نخدم جارديا. انت ولكن فهمت بالنسبه لجيلنا احنا وجيل الشباب تو مش كيف كيف. نقص الشغف يعني ترى انه نقص الشغف؟ نقص ياسر، نقص ياسر. وحاجه اخرى مسيو، راهو جينيراسيون جديده طموحها اكبر من الجينيراسيون القديمه حسب ما نشوفوا. ما نعطيهاش 100%. الشباب اليوم الطموح نتاعو في الانترنت، مغروم كان بالانترنت فهمني، وفيسبوك. هذا اللي بعد الشباب شويه على باش يخدم ويكون عنده شرف في العمل. ان شاء الله ماذا بينا، احنا ماذا بينا الشباب يخدم ويشمر فهمني. الدوله حاشتها باش الشباب يخدم، ولكن مع الاسف ما فماش. بالعكس الشباب يحب يخدم مسيو. مشكل احنا اللي نشوفوا فيه توا كل يوم ما فماش طموحات نتاع شباب يحب يخدم. شباب في القهاوي، شباب انا ما نتصورش فما شاب فرحان انه قاعد في القهوه هو بتار ما عندوش فلوس، اكيد ماذا بيه يخدم. فما اللي ماذا بيه يخدم، وفما اللي استانس ياخذ مصروفه من داره فهمت ولا تلقى فهمني ولا ما يخدمش. ماذا بينا هذا هو وقت. بالنسبه للشباب اليوم ما عندوش طموحات في العمل، ما عندوش شرف في العمل. أغلبية الشباب نراه في تونس معناها متثقف قاري مستوى جامعي الأغلبية، يعني ما نتصورش أنا ما عندوش طموح. أكيد عنده طموح، يمكن ما لقاش الحاجات اللي تساعده ولا حاجة هكا. عنده طموح، فمن عنده طموحات فمن يوم. حاجة أخرى مسيو، فما شكون راهو قرا وتخرج وكل شيء ويرضى يخدم أي خدمة أخرى، وفما الشباب اللي قرا وكمل ويحب يخدم في الاختصاص نتاعو، للاسف يعني ما يرضاش باي حاجه. دونك شنو الحل لهنا؟ ناس متخرجين وبعد على الاختصاص نتاعهم يخدموا في الاجي. انت الحل شنو؟ الحل على حسب رايي يا اختي، كون الشباب وحده ما عندوش، مش لازم باش شكون ياثر وشكون يوريه وشكون. شباب واعي يعرف ما عليه وما إليه، يلزم اليوم فهمني يشمر على الذراع ويخدم فهمني. باش تونس مش تقوم اليوم باش فهمني شبابها، لكن الجيل اللي فات جيلياني وغيري صحيح، اما الجيل هذا يلزمه يخدم ويشمر على ذراعه باش يلقى مستقبله فهمني، يلقى روحه في المجتمع فهمني. هذا هو ما احنا ما نطمحوا له، هو الشباب ماذا بينا يخدم. معناها مسيو انا اللي فهمته حسب رايك، معناها حتى لو كان هو قرا وتخرج في اختصاص اخر ينجم يخدم اي خدمه اخرى، يخدم أي خدمة. المهم ما يبقاش، المهم ما يبقاش قاعد ولا يبقى فهمني يقعد في القهوه ولا يبقى كذا، يكتسب خبره في مجال اخر. بطبيعه الحال، بطبيعه الحال يلزم فهمني يلزمو يعمل كاكا الشباب، ما يتربطش على الاختصاص نتاعو ويكسب خبره اخرى، ونهار اللي حاجته الخبر اللي حاجته بها يجبدها من جيبه. احنا كاكا باش البلاد هذيا باش نقعدوها، هكا باش نقعدوها البلاد هذيا، لازم الشباب يشمر ويخدم، ما يتربطش على الاختصاص. نجم نقول لك فهمني فما اكثر من 50% سلموا في الاختصاص نتاعهم ودخلوا في مجالات اخرى، والحمد لله الناس هي تخدم. اليوم يلزم الشباب يخدم اليوم باش فهمني ولا البلاد هذيا تتقعد فهمني. ما نعملوش على الدولة وحدها، ما نعملوش على الرئيس وحده، خداش منه الرئيس. الرئيس قاعد يصلح 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 ومسكين هكا حد جاده. وإن شاء الله أنا نتمنى من خلالكم أنتوما هذا نداء لسيد الرئيس السيد قيس سعيد يعاود الترشح نتاعو،
هو رئيسنا اللي يلزم يواصل معنا، فهمني؟ وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا، ربي يحفظ بلادنا ويبعد عليها أكل الناس الأخرى اللي حبوا لها الخراب، فهمني؟ ربي يحفظ بلادنا ويبعد عليها أكل الناس الأخرى اللي ما يحبوا لهاش الخير. إن شاء الله. باش تنصح الشباب؟ ننصح الشباب يشمر على الذراع ويهبط يخدم في أي مجال، سواء في الصناعة، سواء في الفلاحة، أخي الفلاحة نتاعنا راني هاملة الفلاحة نتاعنا. لكن هو قاري حاجة أخرى مسيو. قاري حاجة أخرى، ولكن ما نعموش احنا. فما في ميدان الفلاحة وما عادش يخدم الفلاحة. أخي العمود الفقري راهو نتاع البلاد هذه هو الفلاحة. احنا قاعدين نعيشوا منها احنا. لكن كل ما عنده اختصاص ينجم يمشي الاختصاص نتاعو، ما لقاش ما يسالش. ينجم يمشي لمجال آخر. فهمني؟ ونشجع الشباب باش فهمني يخدم على روحه فهمني ولا ويمد يد المساعدة للبلاد هذه. فهمني؟ وربي يحفظ البلاد. إن شاء الله. بحول الله. دونك مسيو شنو النصيحة اللي تقدمها للشباب اللي يقرا وتخرج في اختصاص معين معناها وما لقاش فيه خدمة وعاطل عن العمل، معناها هو مش اختار انه يقعد عاطل عن العمل؟ والله يا اختي ماذا بينا احنا حسب رأيي ونوجه دعوة للشباب كما كنت نقول لك، اذا كان ما لقاش في اختصاصه يبدل الاتجاه، يبدل مجال اخر وبيحاول الله لعل يسعف الحظ ويلقى روحه. اذا كان الناس كلهم تربطوا على الاختصاص نتاعنا ما نجموش نخدم. هذا باش ننصح الشباب، الا متخرج في مجال وما لقاش في المجال نتاعه يلزم يتجه الى مجال اخر. فهمني؟ بالنسبه للشباب المتخرج وكل شيء. باش ينجم اذا كان نقعدوا مربوطين في حاجه واحده، شباب مربوط على اختصاص واحد ما ينجمش يخدم. ما نجمش يخدم. هذا باش ننصح الشباب. يلزمو ما يتربطش على اختصاص، يلقى اختصاص اخر، يلقى مجال اخر يمشي فيه. باش ما يضيعش الوقت. شروح، اذا كان مش يقعد يستنى يستنى يستنى، ضاع الوقت منه، ضاع الوقت. خلي لك الكلمة الأخرى مسيو. اش تبني نقول لك؟ نقول لك ربي إن شاء الله الشباب هذا يا ربي إن شاء الله يهديه. وربي إن شاء الله يعاونوا ونتمناو الشباب يكون يعني وجه خير على البلاد هذه. وإن شاء الله الدولة توفر سبل العمل للشباب. إن شاء الله الدولة واحدة واحدة بحول الله الدولة قاعدة تصلح، وإن شاء الله إن شاء الله أكيد الدولة حاطة في البرنامج نتاعها باش توفر للشباب باش ما يقعدش فهمني زاد الشباب ضايع. ولا عنده اختصاص سواء في التعليم سواء في الصناعة سواء في أي حاجة ما يقعدش زاد ضايع. الدولة قاعدة وين تلقى فرصة تعطي فرصة للشباب. شكراً.